يا أهل غزة الحرة بنصها إخواتك أصفى والبقاء لله بشهداء النكسة جف الريق من كتر اللسان معزة وعارف مهما أكتب على الورق تفضل كلماتي ساذجة عارف إن صوتي مش هيحل أزمة عارف إن قولي مش هيوقف قنابل ناس فنازلة تاخد كل أطفالك وانصارك عجزة لكن صوتنا آخر بقايا سلفنا ودمهم فيا بيغلي ومش قادر وحياة البلد وحياة الألم وحياة كل راجل اتدفن وحياة كل كفن وطر كل ظالم افترى هتدفعوا التمن حاجات ما بتتغيرش مهما نتغير الزمن كل ده التاريخ هيكتبه من يكتبه الحق ظاهر لو تنكره اللي انت تنكره انا مخ الطفل للإعلام بيحاول يغسله انا كل صوت السوشيال ميديا بتحاول تكتمه انا كل ده احكي لولادي وعيال ولادي يكبروا يجيبوا حق اخواتي من الاعادي تسمعوا صوتهم الاعلامي يقول ان ارهابي ناس مننا ماشيين في وادي والرجوله في وادي انا الطفل اللي شايف اخواته على شاشاته بيموتوا كل يوم قدام ويقولوا في منامه كبر بس الطفل اللي فيه بيخرج عن سكاته انا مصري واخويا فلسطيني اللي الموت يخافوا الزمن بيعيد نفسه خصمي هجيب اخره ارميه بسهمه حق اخواتنا قريب راجعين ناخده جايين نخزه صوت الحق يطغى لو مين كتمه هيجي قبله فيا اهل غزة الحرة بنصها اخواتك على اتم استعدادها بس فاضل تعرف معادها واحنا مش عاجزين والعرب جد كان لو سكتنا واحنا توهبنا فبناخد بسببنا والشعب على دكة Right now, there are 80 premature babies in the NICU room and around 10 other premature babies in the baby-friendly room. According to the Ministry of Health, the hospital is... Palestinian journalist from Gaza. Today, Israel killed Rushdie Sarraj, a Palestinian journalist, my mentor and boss, and a close friend. I want to tell you the story of Rushdie and who he was and what was his dream. في داخل المستشفى شفاء الطب يصلون إصابات وشهداء وأعظمهم من الأطفال ومن الشيوخ يا رهاك يا شباب بالعربي لكن أسمعت الأولادين أحياً Let's try in English I'm Dr. محمد غنيم I'm emergency medicine doctor at الشفاء medical complex Today we are in the 10th day of migration We have received so many casualties from kids, women Hi everyone, I'm still alive and I want to tell you about my biggest fear. So my biggest fear is not to die. Actually, I'd rather, yani, prefer to die than living all of these nightmares continue. And this neighbor got struck. But no. What you're saying.